تعال نروح على حاجة بقى مثمرة جدا. أنا واحد من الناس اللي أقدر أقول إنه وزارة الإسكان أيديها خضراء، تعرف كده يقولك إيده خضراء، يعني إيده خضراء يعني إذا مد إيده في حاجة بإذن الله تبقى مثمرة طول الوقت. الوزارة إيدها خضراء، تحط قرار وتبدأ في مشروع، مشروع بيطلع زي الفل، يلا بينا هنبني كذا اسكان اجتماع، اهلا وسهلا يطلع زي الفل. هنعمل مثلا الوحدات البديله وحاجات زي كده، اظن اكتر من ربع مليون وحده تقريبا لحد دلوقتي علشان خاطر الناس سكان العشوائيات الخطره وما الى ذلك، الحقيقه زي الفل. طيب وزاره الاسكان بالمناسبه زي ما حضراتكم عارفين اكيد عندهم جنه وعندهم سكن مصر وعندهم الاسكان المتميز، لكن وزارة الإسكان قررت أنه توجد هناك إتاحة دائمة لجنة وسكن مصر وإسكان متميز. فخلوني أرحب بالمهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان. أهلا 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 يا باشمهندس عمرو. أهلا بسيادتك يا فندم، مساء الخير. عامل إيه؟ كله تمام؟ الحمد لله. باشمهندس عمرو، الأول هسأل على يعني إيه الإتاحة الدائمة؟ طيب تمام، ده سؤال جميل نبدا بيه المداخله. أيوة. وبشكر حضرتك في الاول على المقدمه الجميله، وده شرف لينا. اقل ما يجب ان نقدم الخدمه وكل جهود الزملاء في الوزاره وبقياده سياده الوزير ان هم يقدموا الخدمه لكل الناس في كل محافظات مصر. قدها وقدود والاتاحه الدائمه ده موضوع جديد اقرته هيئه المجتمعات برئاسه الوزير الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان. مجلس اداره الهيئه قرر ان يبقى فيه دايما اتاحه دائمه في كل في معظم المدن، وده هيكون معناه ان في شقق متاحه ساغره لاي حد حابب يحجز وحده سكنيه يتوجه فورا لجهاز المدينه اللي هو عايز يحجز فيها. على مستوى ثلاث مشروعات كتجربه، الاسكان المتميز والاسكان ذو الطابع الساحلي وسكن مصر وجنه. وده القرار اللي خدته هيئه المجتمعات في مجلس الاداره السابق، على اساس انه كان دايما بيجي استفسارات واسئله ونداءات للوزاره ان ليه ما يكونش فيه متاح وحدات طول الوقت، بدل ما يحصل تزاحم في الاعلانات وناس تاخد وناس تنتظر، لا احنا عندنا وحدات موجوده. وللعلم حضرتك الاتاحه الدائمه دي مما يعني كده ان الوحدات منفذه ومشطبه وجاهزه على السكن والفرش. طيب واحدة واحدة بقى، عشان قلت لي والإسكان ذو الطابع الساحلي يعني إيه؟ تمام، عشان دي جملة اسمها المصرية قوي يعني. إسكان متنوع بيناسب كل شرائح المجتمع، من أول إسكان محدود الدخل ومتوسط الدخل وميسور الدخل، وكمان بنبني إسكان ذو طابع ثقافي للمنطقة. يعني المنصورة الجديدة مثلا دي مدينة ساحلية على البحر وتتبع محافظة الدقهلية، فليها طابع ساحلي للدقهلية. إسكان العالمين له طابع ساحلي، الطابع الساحلي اللي هو بيتميز بقى بالتوجيه الطبيعي للتكييف والتهوية وحفظ الطاقة اللي بيتاحها الموقع المميز. لو في حاجة في العين السخنة يبقى برضو مظبوط، في مستقى التنفيذ بنراعي الطابع الساحلي في موضوع التوجيه الطبيعي للمكان وتوجيه لاتجاه البحر والاستفادة القصوى بالمكان المميز، اسمها إسكان ذو طابع ساحلي. عندنا برضو الاسكان اللي هو سكن مصر، وسيادتك تعرف تابعنا بشكل جيد انه من احد المشروعات اللي نزلت ناجحه جدا نزلتها وزاره الاسكان، اللي هي بتناسب شرائح كتير جدا، بتغطي شرائح كتير جدا من المجتمع. اسكان جنه هو اسكان مميز وذو طابع نظام الكومباوند، يعني اللي له خدمات مميزه ومستقله نوعا ما، فبيها برضو ليها طابع مميز. فعلشان كده الخبراء في الهيئة المجتمعات نقوا الثلاث نماذج دي نبدأ بيها موضوع. هو كده أربعة بقى، جنة وسكن مصر والإسكان المتميز زائد الطابع الساحلي، صح ولا أنا ملخبط الدنيا؟ باشمهندس عمرو، لا محدش يقول الخط قطع. على العموم هنعيد لازم عشان أفهم، لأنه بالذات الحتة بتاعت الإسكان الساحلي دي برضو جميلة. يعني النهاردة إذا كان في حد حابب إن هو يروح يشتري في العالمين الجديدة، جميلة جميلة على رأي طب وعندنا كمان، أنا شفت المنصورة الجديدة على سبيل المثال، يمكن ناس كتير راحت شافت العالمين، وطبعا العالمين أصبحت خلاص أشهر من نار على العالم، فأصبحت مدينة عالمية بكل المقاييس، يعني حتى أصبح ليها
اسم وسمعة عالمية، ده خلاص كده كل سنة احنا طيبين. المنصورة الجديدة اللي ما راحش يروح يتفرج، يعني لازم أهالينا في المنصورة نفسهم يروحوا يتفرجوا وغيره. يعني بالمناسبة المنصورة الجديدة دي مش حلوة، دي حلوة بزيادة فعلا مش هزار. فتخيل بقى يبقى أنت نفسك في حاجة زي كده والبحر والحلاوة والجمال، فتروح تاخد من الحاجات بتاعة وزارة الإسكان، ده معناه انك ابدا محدش هي مثلا يخليك تتعرض ل مش عارف ناس ممكن ما تكونش مؤتمنه قوي، لا ده وزاره الاسكان، التقسيط وزاره الاسكان، المكان جاهز زي ما قال المهندس عمرو جاهز للاستلام.